السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نبدأ بشرح درس تمثيل البيانات 2 لطلاب الصف الرابع من مدرسة البيت العتيق الإسلامية. في درسنا اليوم يا رابع رح نتعلم كيف نقرأ أو نفسر مجموعة بيانات معطيني إياها على شكل أعمدة بيانية مزدوجة، أو ممكن يعطينا مجموعة بيانات ويطلب منا إحنا نمثلها باستخدام الأعمدة البيانية المزدوجة. فخلونا يا رابع نتعرف على مفهوم الأعمدة البيانية المزدوجة والبيانات وجدول الإشارات. هون مكتوب عندكم في أتعلم تستخدم الأعمدة البيانية المزدوجة في تمثيل بيانات مجموعتي دراسة ما على الرسم البياني نفسه. والمقصود يا رابع بهذه العبارة أنه أنا لما أجي أعمل دراسة عن نوع الرياضة المفضلة لدى مجموعة من الأشخاص، وفي عندي هدول الأشخاص بصنفوا أو يصنفوا إلى فئتين ذكور وإناث، تمام؟ فأنا رح أجي أسألهم عن رياضة كرة الطائرة والتنس الأرضي والريشة والجري وكرة القدم وكرة السلة. فهلأ الفئة اللي أنا جايبها أو عينت الدراسة تصنف إلى فئتين ذكور وإناث. فالآن كرة الطائرة رح يكون عندي عدد من الذكور بفضل كرة الطائرة، وبرضو في عندي عدد من الإناث بفضل كرة الطائرة. وممكن يكون عندي كرة التنس مجموعة من الذكور بفضل كرة التنس ومجموعة من الإناث بفضل كرة التنس. فهلأ المقصود عنا يا رابع إنه إحنا عنا مجموعة رياضات وفي عنا عينة الدراسة ذكور وإناث. وهلأ يا رابع لو جبنا عينة الدراسة وبدأنا نسألهم عن نوع الرياضة المفضل لإلهم، وبدأنا بكرة الطائرة، تمام؟ فرح يكون في عندي عمود يمثل عدد الذكور اللي بفضلوا كرة الطائرة، وعمود آخر يمثل عدد الإناث اللي بفضلوا كرة الطائرة. ولو انتقلنا للتنس الأرضي رح يكون في عنا عمود يمثل عدد الذكور اللي بفضلوا كرة التنس الأرضي، وعمود آخر يمثل عدد الإناث اللي بفضلوا كرة التنس الأرضي، وهكذا. خلونا ننتقل للرسم البياني عشان نوضح مفهوم الأعمدة المزدوجة أكثر. وهذا يا رابع الرسم البياني، عنا نوع الرياضة المفضلة، عنا هون على الخط الأفقي الرياضة وعلى الخط العمودي الأعداد. وبتلاحظوا هلأ إنه عند كل رياضة في عندها عمودين، واحد لونه أزرق وواحد لونه زهري. فالعمود اللي لونه أزرق يمثل أعداد الذكور، والعمود اللي لونه زهري يمثل أعداد الإناث. وهلأ خلونا نفسر البيانات الموجودة عندي على هذا الرسم. نبدأ بكرة السلة، في عنا أعداد الذكور اللي بفضلوا كرة السلة عددهم كان 8، واللي بفضلوا الإناث اللي بفضلوا كرة السلة عددهم كان برضو، بنطلع على اللون الزهري بنلاقيهم 8. ونشوف رياضة الجري، بدنا نشوف أعداد الذكور رح نطلع على اللون الأزرق بنلاقيهم 6، أعداد الإناث باللون الزهري بنلاقيهم 10. التنس الأرضي رح نلاقي أعداد الذكور باللون الأزرق عددهم 2، وأعداد الإناث باللون الزهري بين 4 و6 يعني 5. ونشوف مثال يا رابع، بدنا نشوف هلأ علامات الطلبة في مبحثي العلوم والرياضيات. جبنا 4 طلبة، سألنا كل واحد فيهم عن علامته في مادة الرياضيات وفي مادة العلوم. فهلأ لو طلبنا منكم تفسرون البيانات الموجودة على الرسم البياني، رح تقولوا رح نختار في البداية لون لمادة الرياضيات ولون لمادة العلوم. فاخترنا اللون الأحمر لمادة العلوم واللون الأخضر لمادة الرياضيات. هلأ بدنا نقرأ. سمر حصلت في مادة الرياضيات باللون الأخضر على 12 علامة، أما في مادة العلوم باللون الأحمر على 14 علامة. أتوقع صرتوا عارفين مفهوم الأعمدة البيانية المزدوجة، يعني هلأ ماجد في له عمودين، عمود يمثل علامته في مادة الرياضيات وعمود آخر يمثل علامته في مادة العلوم. فلو شفنا العمود اللي يمثل مادة الرياضيات فبيكون حصل على 6 علامات، أما في مادة العلوم فبيكون حصل على 8 علامات. وهلأ يا رابع خلونا ننتقل لكتاب التمارين صفحة 70، نحل التحدي الأول. والتحدي بقولنا الرسم البياني المجاور يمثل نوع العصير المفضل لدى مجموعة من الذكور والإناث. في البداية خلونا نقرأ الرسم البياني. معطينا الرسم البياني العصير المفضل والعصير على الخط الأفقي والعدد على الخط العمودي، تمام؟ عنا أعمدة بيانية مزدوجة، فاللون الأسود يمثل الذكور واللون الرمادي أو السكني يمثل الإناث، تمام؟ معطينا الليمون، المانجا، التفاح، البرتقال. خلونا نجاوب على الأسئلة ألف وباء وجيم. ألف، ما عدد الذكور الذين يفضلون عصير التفاح؟ رح نشوف على الرسم البياني عند عصير التفاح في عنا لون سكني ولون أسود. هلأ الذكور هم اللون الأسود فرح نشوف عددهم، عنا 2 فبكون جواب السؤال 2. باقي أنواع العصير هو الأكثر تفضيلا لدى الإناث. رح نروح على الرسم البياني، عنا اللون السكني يمثل عدد الإناث، فرح نروح نشوف أول إشي عنا هون هذا العمود السكني، عنا العدد 6، هذا العدد 2، هون عنا العدد 5، هون العدد 2. فأكثر عدد موجود وين؟ عند عصير الليمون 6، فمعناته العصير المفضل هو عصير الليمون. جيم، بكم يزيد عدد الإناث اللواتي يفضلن عصير البرتقال على عدد الذكور الذين يفضلون هذا النوع من العصير؟
قلنا دائما بنحل بالترتيب. هلأ عدد الإناث اللواتي يفضلن عصير البرتقال كم عددهم؟ وين عصير البرتقال؟ هون عندنا اللون السكني الإناث عددهم 2، تمام؟ بكم يزيد؟ يعني ناقص عدد الذكور اللي بفضلوا عصير البرتقال عددهم 1، فعندنا 2 ناقص 1 ويساوي 1. هلأ التحدي الثاني إيش فكرته؟ جبنا مجموعة من طلاب الصف الرابع ومجموعة من طلاب الصف الثالث، وسألنا كل مجموعة من الطلاب عن الرياضة المفضلة لإلهم من بين 4 رياضات: السباحة، كرة القدم، كرة السلة، وكرة التنس، تمام؟ فكانت إجاباتهم سجلت كما هو موجود أمامنا، هون طلاب الصف الرابع وهون طلاب الصف الثالث. هلأ التحدي الأول، أو عفوا الفرع ألف، طلب منا نمثل هذه البيانات اللي معطيني إياها باستخدام جدول الإشارات. هلأ بدنا نحل الفرع ألف، بدنا نشوف الصف الرابع نمثل الرياضات المفضلة لإله باستخدام الإشارات. هلأ الطريقة الأولى، إما باجي بقول هلأ هون عنا سباحة، كرة قدم، كرة سلة، كرة تنس، باجي هون عنا السباحة فبروح بحط هون شحطة عند السباحة، بعدين عنا إيش؟ كرة قدم، برجع هون بحط شحطة عند كرة القدم. طيب إيش الطريقة الثانية؟ هلأ أعطيت كل رياضة رمز، تمام؟ أعطينا هذه النجمة للسباحة، هون الهاشتاج لكرة القدم، هون الصح لكرة السلة، وهون كرة التنس حطينا عندها ستار، تمام؟ نرجع هون، كل رياضة أو كل نوع مختلف من الرياضة في له رمز، فحطينا عندهم كل واحدة رمزها، تمام؟ هلأ باجي بعد السباحة أعطيناها هذا الرمز، نبدأ بالعد، هون عندي 1، هون 2، هون 3، هون 4، هون 5، تمام؟ فبيكون عندي 5 إشارات للسباحة، فبتكون بهذا الشكل، تمام؟ 4 إشارات والخامسة بتسكر المجموعة كاملة. القدم أعطيناها الرمز هاشتاج، فبنيجي هون كرة القدم بنعد 1 2 3 4 5 6 7 8، فإذا 8 إشارات لكرة القدم. فهلأ هون هيك 5 + 3 إشارات بصيروا 8 إشارات. كرة السلة أعطيناها الرمز هذا الترو أو الصح، تمام؟ نيجي هون بنعدهم هيك 1 هيك 2 3 4، فإذا 4 إشارات لكرة السلة. فحطينا 4 إشارات لكرة السلة. هلأ نشوف كرة التنس اللي هي عندها ستار، فرح نبدأ بالعد، هون عندي 1، هون ما في، هون 2، وبس يعني هم بس رياضتين أو مرتين متكررة، فبنكتب هون إيش؟ شحطتين. هلأ بدنا ننتقل للصف الثالث، برضو أعطيناهم رموز ورح نروح هون نحط الرموز ونبدأ بعدهم. هون عندنا عدد الطلاب اللي فضلوا السباحة 5 طلاب، كرة القدم 4 طلاب، كرة السلة 4 طلاب برضو، وكرة التنس 3 طلاب. الفرع باء طالب منا نمثل البيانات السابقة باستخدام طريقة الأعمدة البيانية المزدوجة، تمام؟ هلأ إحنا قلنا الأعمدة البيانية المزدوجة لازم يكون عندي لكل رياضة في عمودين. هلأ كرة السلة في لها عمودين، عمود يمثل طلاب الصف الرابع وعمود يمثل طلاب الصف الثالث، فاخترنا اللون الأخضر لطلاب الصف الرابع واللون الأزرق لطلاب الصف الثالث. فهلأ رسمنا الأعمدة المزدوجة، كرة السلة واضح عندنا إنه طلاب الصف الرابع طلاب الصف الثالث عددهم 4، كرة القدم طلاب الصف الرابع عددهم 8 وطلاب الصف الثالث عددهم 4، كرة التنس طلاب الصف الرابع عددهم 2 طلاب الصف الثالث عددهم 3، السباحة طلاب الصف الرابع طلاب الصف الثالث عددهم 5.